ليل ضيفتنا ليلى الممثلة وحيدة دريدي حكينا شوية على الإنتاج التلفزي غصنا شوية في الشخصيات في في تكوي... تركيبة المجتمع هل هو المسلسل ولاد مفيدة مرآة لمجتمع ما في وسط المجتمع الكبير المسرح معناها بعد الكورونا فما برشا عباد ما يراوش معناها مازالت فما ضبابيه كيفيه الرجوع تقنيا معناها جماهيريا يعني الى اخره مازلنا مش نحن برك العالم الكل حتى فرنسا رجعوا كل شيء للمسارح فما جدل كبير كيفاش ترى مستقبل المسرح هل المسرح باش يتاقلم مع الاوضاع ولو شو يقعد يستنى حتى تمر هال هالغصره كما يقولوا هو المسرح في العالم عنده ازمه قبل ازمه الكورونا معناها وخاصه في تونس قبل كنت في الستينات والسبعينات والحاجات اللي خلطنا عليهم احنا في الثمانينات كانت فما برشا قاعات متاع مسرح وقاعات سينما والناس كانت في شارع كانت عندها تقاليد في شارع حبيب بورقيبه الاحد لازم يعملوا يا اما مسرحيه يمشوا يحضروا مسرحيه او يحضروا فيلم وكانت فما نقاشات وكان فما تقاليد التقاليد هذه بدات تنقص تنقص من نهايه التسعينات بدايه الالفيه الثانيه بدات تنقص تقاليدها والحاجة القاعات ما عادش فما أه رحله القاعات اللي تحولت بوتيكات تحويج واللي تحولت ولات فريب واللي تحولت ولات يبيع حتى المرتبات والساندويتشات كفتاجي ااا اه والقاعدات في الشيخ ما عادش ولات نقاشات اه حول الثقافه ولات قاعدات نوع اخر اه وبالتالي ما عادش ولات عند الناس التقاليد نتاع المسرح والثقافه بعد جاتنا برشا معطيات اخرى من السياسية انطلاقا من تقريبا 2005 2006 كان فما برشا ضغط على التوانسه ومن بعد في 2011 كثر الضغط وولدت الرؤيه نتاع المجتمع كامل الضبابيه في الرؤيه الضبابيه هذه يولي المواطن التونسي ما عادش يدخل المسرح باش يعمل فكر وباش يقعد يتفرج ويحلل في مسرحيه وش يحب يقول الممثل وصاحب النص شنو يحب يقول واسكو الرؤيه نتاع المخرج هذه وارده ولا مش وارده اول حاجه اصبح يفتقد للثقافه المسرحيه اثنين اصبح ما عادش عنده بال باش يحلل النصوص ثلاثه هذه نقص من الجانب الثقافي من بالاخر الاخر عنده ضغط في حياته اليوميه اللي ماذا بيه يمشي يحضر حاجه باش يضحك او باش يسمع نكته او باش نقولوا احنا بلغه اخرى ولو يفرقوا فيهم مع الممثلين والممثلين يفرقوا فيهم مع الجمهور وبالتالي اسانا نحن للمسرح احنا في الميدان والجمهور ما عادش يتقبل المسرح الجاد بشكل بالتالي فما برشا احلام مسرحيه نقصت للعبيد اللي يحبوا على المسرح الجاد معناها فما احلام كانوا يحبوا يعملوها ومن بعد توقفت عندهم لانه الفضاء الاول للعروض نتاعهم هي الجمهوريه التونسيه ماهوش باش يحضر لك مسرحيه ويطلع بها نيكاراغوا معناها مستحيل مم. دونك ولات الاحلام شويه دونك شويه الممثل المسرحي اللي هو محترف وليست له مهنه اخرى شو ولا ولا يجاري الوضع يجري الوضع تبقى المعطيات اللي عنده ياخذ شويه دعم من الوزاره يعمل به مسرحيه يعمل شويه عروض مدعومه باش يعيش يحاول يعمل حاجه فيها نكته وضحكه والكل باش الجمهور يجيه آه بغض النظر على المستوى المسرحي المطلوب ولينا ما عادش نخدموا مسرح ولينا نخدموا اكثر حاجه ستاند اب او الومنشو اللي هو يمشي او حاجة كلفته ما هيش كبيره مش كيما عمل مسرحي في اربعه ولا خمسه ولا حتى سبعه ممثلين اون آه بليس يمكن فليجة ونجم يتنقل باعتبار ما فما ديكور فما ولت الديكورات مم. تخدم بالاضاءه كلمة. دونك هذايا الكل خلى المسرح يعمل شوت زيد دخل توا الكورونا نظرا لمقاييس أم امنيه وصحيه ما عادش نجمو ندخلوا في فضاء في برشا بوبليك مع بعضه دونك باش تتاجل الاعمال المسرحيه وباش تتاجل العروض نتاعها الى ان تتضح الرؤيه مع الجائحه هذه اللي جات في العالم الكل مش كان في عندنا احنا تبقى سؤال مطروح الان الناس اللي خدمتهم مسرح وخدمتهم موسيقى وخدمتهم فن والتقني بتاع مسرح والكل وهم ما عندهم الشهريات هذوما كيفاش باش يعيشوا في الفتره هذه هذوما كيفاش باش يحافظوا على احلامهم او باش يحافظوا على الامل متاعهم في الحياه الفنيه مجددا الرؤيه الى حد الان مش واضحه باعتبار اني انا عندي دو كاسكيت من وزاره الثقافه او من الفن نقول لك الرؤيه غير واضحه افيك لي دو كاسكيت ما نعرفوش شنو اللي باش نعملوا بالضبط ما نعرفوش كيفاش نساندوا الفنانين هذوما وما نعرفوش الفنانين هذوما كيف باش وكيفاش باش يرجعوا للساحه لكن الحاجه اللي نتمناها انا نتمناها ما نعرفش تصير ولا ما تصيرش لكن نتمنى انه فما رؤيه كامله تتبدل من بعد ما تفوت الازمه هذه والنجم نرجعوا للمسرح ضامر أمجد. هو علاش المسرح بعد ساعات ايه تو نحن في وضع خاص وحتى قبل كورونا اللي تحكي عليه كل صحيح فما يكون نوع من المسرح الكونسومابل معناها سي ان غون برودوي دو كونسوماسيون الممثل تراه في التلفزه عام كامل كرونيكور بعديش يعمل ستاند اب ودايور معناها حتى العبيد يعني خمو شويه طيارة الجمهور جاني قال مولد صغار يعني ايه. سي عليه انستغرام عامل لايف مي اه 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 اه. ماني اون شيري ال... علاش فما برشا اه الوان ثقافيه علاش هل تعتبر الثقافه نتاعنا محتجزه ايديولوجيا ولا ما فماش اه اه ثقافه الاختلاف هي اللي تخلي اللي حتى ثقافه الاختلاف في الثقافه معناها مش موجوده هو الثقافه المفروض مفروضه انها تتبنى على الاختلاف هذا كل واحد رؤيته الفنيه وكل واحد كيفاش افكاره وكل واحد كيفاش موروثه الثقافي موروثه الاجتماعي شنو حلمته تلقى واحد ثقافته الفكريه والادبيه والحاجات اللي يقراهم او اطلاعاته تكون ذات صبغه مثلا ثقافه انجليزيه والاخر ثقافته فرنسيه والاخر ثقافته آآ آآ عربيه بحته هذا لا يفسد للود قضيه بالعكس هذا يعطي تنويع للساحه الفنيه كانك انت داخل الجنينه وعندك شويه فل وورد وياسمين وأنت تختار شنو الزهرة اللي تحب تقطفها ولا شنو الزهرة اللي تحب تكون تقعد بحذاها بالعكس هذا يخلي الساحة غنية وتساعد الفنان إنه يبدع ويحاول يشوف تجارب أخرى المشكلة مش هنا المشكلة إنه ولينا إحنا وخاصة ونأكد على هذا العشر سنوات الأخيرة ولات عنا أحكام أخلاقية ولات عنا ممنوعات ولات عنا حاجات ما نعرفش ما كانتش عنا قبل في تونس دونك أنت كي تقدم عمل ما عادش يشوفوا لك رؤية فنية ما عادش يشوفوا الخطاب نتاعك المنحة نتاعو وشنية دونك يشوفوا الكلمة اللي قلتها النص فيه ألف كلمة يشدولك على كلمة آه، انت تخدم كوربوريلمون ورؤيه اخراجيه كامله وهما يشوفوا لك على شنو لابس انت على الركح اسكو لابس قصير بالنسبه للنساء لابس قصير ولا لابس طويل وبالنسبه للراجل اسكو هو قاعد يتقمص في شخصيه قويه او شخصيه ضعيفه آه، بمعنى نقول انا شخصيه قويه وضعيفه مش بالمعنى الفني والثقافي راه بالمعنى الشعبي الاجتماعي الاجتماعي معناها يعني مرته تحكم فيه ولا, ولا هو اسكو هو يحب يلعب دور اه هكا ما يتماشى مع الرجوله ولا ما يتماشاش دونك هذيا خلى انه الثقافه اخر اهتمامات المتفرج دونك الاهتمامات هي المظاهر وليت نحس كانه شعبنا فما حاجه تفقدها ولا يجري في جرتها ويفركس عليها لين خليته في متاهة ما عادش يعرف طريق الخروج معناها ولا فكريا هو بدو ضايع او مقاش حريته هو الخاصة مقاش احلامه هو الخاصة ولا يسقطها بشكل عنيف على الميدان الفني هل فما تعالي بعض من بعض الفنانين معناها فما جمهور هو متعالي عليه نوعا من الجمهور هو متعالي عليه لا مش حكيت تعالي من الفنان على الجمهور لكن الفنان معروف هو شنو اللي يقدم دونك عنده جمهوره <متحدث> من نعرفش ان فاضل الجعيبي مثلا عنده جمهور، الجمهور اللي يمشي فاضل جايبي مش هو اللي باش يمشي للعروض الاخرى، والجمهور اللي يمشي للعروض الاخرى مش هو اللي باش يمشي لفاضل الجعيبي، يعني كل واحد عنده جمهوره، تبقى اسكو الجمهور هذايا قداش العدد نتاعو، والاخر قداش العدد نتاعو، ذيك حاجه <متحدث> اخرى، لكن الجمهور هو اللي يختار بطبيعته، دونك مش الفنان اللي تعالى دونك الجمهور هو اللي يعرف روحه وين ماشي. مم. فهمت آه لكن فما فنانين ما يتنازلوش على آه الطيارات اللي اختاروها لرواحهم او الطريق اللي اختاروا لروحه وفما جمهور يقول لك انا يا خويا نحب نعيش ونحب ناكل خبزه دونك لازم نبدل انا القلم تاعي نمشي القلم اخر وهذا طبعا ظروف اقتصاديه تحكم فيه وحتى انسان منا انا ولا غيري ما نجم يحاسبوا على هذايا لانه ضروره الحياه وهو حر في اختياراته. أه هشاشه الفنان خاصه الماديه أه واللي هي مربوطه ياسر حتى بالستاتيو سوسيال نتاعو يعني مش في تونس برك في البلدان الكل آه، معناها كما المبادره مثلا اللي عملوا ائتلاف الكرامه باش لحمايه الممثل مثلا مم. بين الظفرين حمايه معناها الاقتراح نتاعو عملي يقول في الكونترا في كل اعاده فما نسبه تمشي للممثلين هذا انا نراه باريكزومبل آه آه حاجه لوجيك شو نقولوا هكا علاش تجي من 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 ائتلاف الكرامه اللي هو محسوب على الطيار المحافظ الى اخره ونعرفه داير حتى زي بحثين عنده نهارين سيف الدين مخلوف قال لنا ما تفرش اولاد مفيد وعمل حكم اخلاقي كما برشا عبيد ما يحبش ويزابي ووطني كل شيء المبادره كي تجي من هكا هل تعتبرها مشبوهه ولا تلوم على مثلا حزب المسار كان في مثلا في اللي ذكر برك كان في, في البرلمان وعمره ما قام بمبادره كمان من هكا منين جاي هذا علاش نحن عندنا في الكرامه أن نتصور انه يعمل في اكيليبر بين اعضاء مم. لانه ينجم يجيك عضو من ائتلاف الكرامه مثلا نقيت ستاتيو واحد من من نواب من ائتلاف الكرامه محطوط على ستاتيو يكلم في وزير الثقافه يقول لها دارك احنا فلوس الثقافه حشنا بها للصحه ما حشنا بها للطبابليه المهرجانات والمهرجانات والمهرجانات ما قالش مهرجانات قال للطبابليه تقزيم هذاك أه ديما فوالا أه دونك أه هذية هذا ينتمي لائتلاف كرامه وهذا موقفه وفما موقف اخر يمكن لتعديل الكفه انه باش يخمم في الممثل دونك انا مانيش نقش شكون اللي عطى المثال هذا اذا كان نعطيه شو هي الحكايه سهله برشا كل ما هو يساري توقف في السبعينات الفكر اليساري بشكل عام لم يتجدد الابتكار اليساري فوالا لم يتجدد لم يقدم البديل لم يسعى ما عادش عنده افكار متجدده اللي تنجم تتماشى مع الوضع العام في العالم نحكي مش حتى في تونس اليوم دونك تحسوا وقف في مكانه معناها فهمت ثم سقطت كلها من التسعينات معناها ما عادش ما عادش بالنسبه لي لم ي... ما دام فماش تطور ما دام فماش مكان باش يقعدوا فيه. أه بالنسبه للاحزاب الاخرى زالت تعارك شنية مصلحتها وكيفاش تنجم تاخذ الموقف نتاعها يعني تاخذ مكانتها في, ال... في المجلس وكيفاش تعمل بوان دو فورس ودرا شنو فا... يعني بغاد برادفيغ فا... ويحاولوا ي... دونك ناسين يهيمنوا كل... بطريقه اخرى سياسيه دونك مش ناسين كان الفنانين ناسين المجتمع التونسي ككل ناسين مشاكلنا الكل ناسين اللي احنا داخلين على ازمه اقتصاديه ناسين اللي احنا دولة ماناش مصنعة ناسين اللي احنا الفلاحة. فما مشكلة مصيبة عظمى انه احنا مهدين يوما اخر مش احنا مي اولاد اولادنا مهدين انه يكون عندنا نفقدوا الامن الغذائي متاعنا. لانه ما فماش قوانين تمنع مثلا الاراضي الفلاحية انها ما تتحولش المساكن. او ما تتحولش الاحياء. دونك ال ال الحزام اللي كان داير بتونس العاصمة قبل بالاراضي الفلاحية كله ضاع ما عادش فما. وقاعدين نقدمه حتى في اماكن اخرى. دونك ما عادش دي جا ورطه كبيره لازم الناس تخمم فيها ما نخموش احنا شنو اللي قاعد يصير كي تتسكر احنا تسكرت علينا شويه ما لقينا حد شيء في تونس ولينا احنا دوله مستورده دوله نستوردوا الحاجات اللي حشنا بها من نستوردوا في حاجات نصنعوا فيها في نصنعوا فيها فما برشا معامل سكرت فما برشا حاجات نجموا احنا نصنعوها بطريقتنا فما استيراد عشوائي يجنني انا شخصيا معناها فهمت باش نستورد قلوب ولا باش نستورد بطاطا ولا باش دون دوله فلاحيه ما تركبش في مخي معناها فهمت بالكل دونك عمله صعبه قاعده نصب فيها في البحر ما نفهمش علاش آه هذي الكل لازم مخطط قبل وانا صغيره بابا كان يجيب ديما في دو كتيب هكا مكتوب في المخطط الخامس المخطط السادس وانا نبدا صغيره من هكا نهجي والكل ممكن عمري ثمانيه سنين ولا تسعة سنين نقول بابا شنو هذايا يقول لي هذا مخطط البلاد على مدى خمس سنوات يجيبوا فيدو لانه كان يتوزع على المواطنين كان كان فوالا يتوزع على المواطنين باش يقراوه المواطنين ويعرفوا البلاد وين ماشيه توا انت عندك عندنا مخطط ما حتى شيء معناها فهمت دونك انا ما نستغربش انه الناس توا كل بادره انا توا في مجلس النواب كل بادره من اي حزبة. بالنسبة كيف كيف. ما ما حزب بالنسبه لي الاحزاب الكل كيف كيف ما, عندي حتى حزب وخير على حزب اخر معناها الاحزاب الكل كيف كيف اذا قاموا بمبادره راهي فيها منفعه عليهم او محاوله لكسب فئه محدده من تلميع الصوره وتلميع الصوره وفئه محدده معناها انا إيه هاني باش نربح فئه الفنانين الاخر باش يربح فئه الشعب الاخر بنعرف إن الفلاحين العمل الاساتذه كل واحد يختار الفئه اللي يحب يكسبها لروحه باش يحاول يلقى مكان لروحه وحزام معناها لنفسه اكثر من انها مصلحه وطن معناها شكرا واحد دريدي يا شك. كانت معناها حوار شيق نعتبره أه، ميرسي بوكو أه، ان شاء الله يراوك في اون سويت ولا يراوك في عمل اخر مي سورتو انا شخصيا نحبرك في المسرح عن قريب أه، انا حبيت نقول لك شكرا جزيلا على الحوار هذا لانه فريد من نوعه أه، يختلف على باقي الحوارات وهذا اللي فرحني برشا سعيده اني جيت بحذاك ويا فام دارنا عباره على دارنا تحيه لكل المستمعين على موجه اف آه، ام تراني في المسرح اذا كتبت لي نصحه بالحاج وقتي آه، وقتي تتفرغ لي آه، انا عندي مطلب للساده المستمعين اللي يسمعوا فيها راني انا قدمت مطلب الحاتم بالحاج عنده توا خمسة سنين هو كل عام يقول لي السنه هاكم في بالكم كان لقيتوني سمعتوا بيا باش نعمل عمل في 2021 لو